اهلا بيكم في ريفيو جديد من ريفيوهاتي. انا معاكم لينا رؤوف. اللي لسه ما اشتركش في القناه بعمل ريفيوز عن كل حاجه, عن الكرة السياحيه, عن المطاعم, عن المحلات, عن منتجات كتيره جدا. فلو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا اشتركوا, علشان لو ما اشتركتوش هيفوتكم ريفيوز كتيره جدا ان شاء الله تعجبكم. النهارده ريفيو انا ما كنتش متوقعه اني ممكن اعمل ريفيو عن حاجه ميديكال او حاجه طبيه, بس من كتر فرحتي بالسنتر ده, سنتر دنتال ار, خصوصا بعد رحت انا وابني لدكتور بوظ لنا الدنيا في سناننا ونتج عنها خراج لابني, ونتج عنها انا بعد ما المفروض ان انا حشيت ضرس وخلاص تمام جالي الم في العصب بسبب الحشو اللي هو عمله. فقررنا رحنا السنتر ده, كذا حد شكر لنا فيه وفي نظافته وطبيا في الدكتورز اللي فيه. رحنا والحمد لله. اهم حاجه كمان فرحتني بيه تعامل الاطباء مع الاطفال. يعني ابني ما حسيتش ان هو ما شاء الله خايف من دكتور السنين ولا حس باي حاجة, التعامل بهدوء وجميل جدا. مش زي انا بقالي فترة بدور لاولادي على دكتور اسنان, كل الدكتور يقولوا لا احنا ملناش خلق للتعامل مع الاطفال, لا احنا ملناش طولة بال للتعامل مع الاطفال. السنتر ده انتوا لو تشوفوا بيتعاملوا ازاي مع الاطفال في الاسنان. يعني انا ابني تاني appointment, تاني معاد كان هو اللي عايز يروح اصلا, من كتر ما الدكتور جميلة ومريحة في التعامل ومريحة في التعامل, ويعني بتاخد وتدي معاه وبتفهمه كل حاجة هي هتعملها, ده غير طبعا الحاجات اللي هم مهيئينها للطفل بحيث ان هو ما يركزش في اللي بيحصل معاه في الاوضة بتاعت الاسنان. هفرجكم وهتشوفوا بجد, يعني لا مكان جميل. شوفوا قد ايه المكان جميل ونظيف وشيك, وحتى الحته بتاعت المنطقه بتاعت الويتنج اريا, المكان اللي بنستنى فيه الدور بتاعنا. شوفوا الفيو بتاعها, على فيو مريح وترابيزات وكراسي شيك جدا وحلوه, وفيها كذا كلينك بقى, كذا عياده, كل باب من دول باب العيادات, وده الكاونتر اللي فيه الناس اللي بتحجز, ناس ذوق جدا في التعامل. احنا كده دخلنا العياده. شوفوا العياده قد ايه مفرحه للاطفال, بيبقى اولا شوفوا الالوان والديكوريشن بتاع الاوضه, وحاطين لهم LCD في وشهم وبيسالوهم لما يدخلوا ان هم ينقوا الكرتون اللي بيحبوه, مانيونز او توي ستوري. بصوا النظافه والالوان اللي في الاوضه, ملاحظين يعني مش الوان بقى ضل او كده ما تبقاش مبهجه للاطفال, لا منقيين الوان مفرحه. كمان واحنا في الويتنج اريا, واحنا في اللي هو منطقه الانتظار, ادونا كتاب كده للطفل يشوف زي ستوري تلوين بتحكي بقى قصه دكتور سنان مع طفل وقد ايه دكتور سنان ريح الطفل وكده. فصراحه لا جمال جدا. الدكتور بقى اهو بتشرح له كل حاجه هي هتعملها في الاسنان, بحيث قالت لي لا انا لازم بشرح له وبعرفه كل حاجه انا هعملها مش هضحك عليه. فطبعا بيحترموا المنتاليتي بتاعت الطفل او العقليه بتاعت الطفل, ده غير الذوق جدا في التعامل والحنيه في التعامل مع الطفل, وحتى في مسكه بقه. يعني انا كنا روحنا قبل كده للدكتور بيمسكوا الاطفال بطريقه يعني هي تعصب الاطفال الطريقه, لكن شوف قد ايه طيبين وحنينين, ويعني كان ابنهم هو اللي بيعالجوه. فبجد شابوه بجد للسنتر ده. كده السنه الدرس يعني اللي اتخلع من الخراج متاكل الروتس او الجذور بتاعته, ادوهاله علشان يعرف برضو. بصوا الاول قالوا لي هنعقمها وننضفها وحطوها جوه زي كيس او باك كده بلاستيك علشان طبعا ما تضرهوش او كده. وجدوله كمان الباك دي كان فيها تلاتة زي شاش, هو محطوط في بقه شاش بعد ما خلص, دي فيها تلاتة شاش, قالوله علشان لو اللي في بقك يعني ضايقتك او اتملت دم او كده ومحتاج انك تغيرها تاخد من دول. وده الكتاب اللي بقولكوا اول ما دخل ادهوله, اهو كتاب كالرينج كده, وفي نفس الوقت فيه ان التعامل مع دكتور السنان, وان دكتور السنان جميل, والناس اللي في السنتر بتاع دنتال ارتس جمال. ف
فادوله زي ستوري كده بالتلوين زي ما انتم شايفين. هشيل ده بقى علشان ايه المنظر اهو. وفيها بقى قصة وهو بيقول لمامته وانا خايف، بتقول له لا ما تقلقش انت سوبر هيرو، او سوبر هيرو دنتست، دكتور السنان السوبر هيرو هيصلح الاسنان بتاعتك من غير وقت، ما فيش في نو تايم يعني. وبعدين بقى قصة كده شغالة بتتحكى بقى ان قد ايه الدنتست بتبقى جميلة، وان بتشيل السنة الوحشة، وان هو هيبقى اجود بوي وبس، وان الدنيا اتصلحت في نو تايم وكده. على اساس وهو قاعد مستني دوره بيتفرج ويعرف ان هو داخل حاجة يعني كويسة. وفي كمان زي انستراكشنز بقى، تعليمات ازاي ان هو يفرك سنانه بالفرشة السنان، والاكل الهيلثي الصحي والانهيلثي. فطبعا يعني اهتمام الصراحة، انا يعني ما كنتش عمري افكر اني اعمل ريفيو عن سنتر للاسنان، بس من اللي انا شفته واللي مريت بيه وبعدين اللي انا لقيته هناك لما جيت روحت، الصراحة يعني الواحد يعني يستاهلوا الواحد يعمل عليهم ريفيو جميل كده. الصراحة انبهرت بالنظافة وبالتنظيم وبالمعاملة الراقية وبالتعقيم وكل حاجة، كل حاجة، وتعامل الدكتور نفسها مع الطفل حاجة فوق الرائعة. وان هما بيهدوا الطفل وهو داخل وكرتون شغال، يسألوه بقى هو بيحب ايه ويشغله له علشان يسرح في الكرتون، وهما شغالين في بقه ما يبقاش متضايق. فالاهتمام بالديتيلز كلها الصراحة عجبني جدا جدا. دي بقى ارقامهم لو حابين تعملوا سكرين شوت، وكمان بقى طبعا ممكن تعملوا سيرش على النت. انا مش عارفة في ليهم فرع في فروع يعني في محافظات تانية ولا لا. وده دي فروع اسكندرية، احنا رحنا فرع وطنية مول اللي هو فلوران. انصحكم فعلا خصوصا لو للاطفال تروحوا هناك. انا رحت لدكتورز اطفال كتيرة جدا، مينلي اصلا ما كنتش لاقية قوي دكتورز اطفال يعني. انا دايما اروح للدكتورز الاسنان بتاعتنا بتاعت العيلة، واللي كذا حد في العيلة بيروحها يعني 90-95% منهم بيقولوا لا احنا بنشتغل كبار بس ما بنشتغلش اطفال. ويوم ما دكتور اشتغل ابني بوظ الدنيا خالص خالص يعني بسبب اللي عمله، طلع له موضوع الخراج ده يعني يا رب ما يعيدها ابدا ولا يجي لحد ابدا يا رب. لدكتور اسنان ولا تودوا ابنكم لدكتور اسنان انتوا مش واثقين ان هو فعلا حد شاطر، علشان احنا تعرضنا لحاجه ابني وانا، ان احنا رحنا لدكتور اسنان للاسف طلع مش شاطر. احنا طبعا ما كناش نعرف هو يعني باطل لنا الدنيا، وبدل ما رايحين بنعالج حاجه بقينا رايحين مرتين علشان نعالج الغلط اللي هو عمله في اسناننا. اتمنى ريفيو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش اهم حاجه لايك 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 عشان تشجعوني اعمل لكم ريفيوز اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه هيفوتكم كتير جدا لو ما اشتركتوش، فانزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.